جوائز الأوسكار هي الجائزة طبعا الأشهر في عالم السينما والتمثيل، الناس بتستناها من موسم إلى موسم ومن نسخة إلى نسخة، مش فقط عشان الريد كاربت، مش فقط عشان نشوف النجوم، وعشان احنا كمان الفترة اللي فاتت يمكن حرمنا من العديد والعديد من المهرجانات والعديد من الجوائز العالمية في عالم الفن والتمثيل بسبب إجراءات الكورونا، إلى أن هي عادت من فترة قريبة وكان بعضها كمان بيتعمل أونلاين، كان برضو بيحتفظوا بالجوائز ولكن بتتعمل أونلاين. لكن جائزة الأوسكار هذه المرة هتكون فيها جديد، إذا كان النجوم اللي هتقدم المهرجان والحفل، إذا كان كمان بالنسبة لاستحداث بعض الجوائز، كل ده وأكتر هنعرفه من الناقدة الفنية المميزة دائما واللي بتمتعنا دائما بالحديث عن المهرجانات المميزة، مي جودة. صباح الفل صباح يا مي، الفل، ازيك يا عاملة بنتي؟ إيه؟ الحمد لله يا تمام. ما أحلى اللقاء في الحديث أخيرا عن الأوسكار. الأوسكار. أخبار الأوسكار النسخة دي إيه؟ النسخة دي مختلفة شوية كمان لأن كان في إحباطات من الجولدن جلوبس، وكمان ما اتعملش حفلة عشان كان في عزوف من الناس مش عايزين يروحوا عنها، ونشروا بس على الفيسبوك، حتى مش حاجة رسمية قوي برضو، الجوائز في الليست وخلاص. فالسنة دي عندنا الأوسكار معمول حفلة كبيرة ومعمول 3 ساعات، كل ساعة هيبقى فيها فقرة مميزة مختلفة عن اللي بعدها بثلاث مقدمين مختلفين أول مرة يقدموا مع بعض، إيمي تشومر وواندا ساكس مش فاكره الثالثه بصراحه دلوقتي، ثلاث ممثلين ثلاث هم ممثلات اللي هيقدموا حفل جوائز الاوسكار. الاوسكار السنه دي، واول مره يبقى في 3 ستات بيقدموا الحفله، فده برضو بالنسبه لهم ده رقم قياسي جديد بيخسروا السنه ده دي بيتماشى معايا. مع الفكره المره دي؟ لسه ما حدش عرف اي حاجه، هم كان بقى لنا كمان 3 سنين ما حدش بيقدم الحفله، كان دايما بيطلع حد بيقدم وخلاص، لان المره دي اول مره يبقى في من فتره ما كانش في مقدم للاوسكار. ومتقسمه لاجزاء. 3 اجزاء، هم غرضهم السنه دي ان هم عايزين يكسروا اعلى رقم قياسي شافوه قبل كده في يعني بقيه الافلام كلها لما نزلت سينما لا حققت لازم ما نجاحات، تمريش عليه من الرايه عند دراجون ده، برضو لازم كان نقف حلو. عنده شويه. والحلو كمان في الافلام كلها ان هي مش متوقفه على قصص حب، يعني مثلا لوكا بيتكلم عن الصداقه بين لوكا وصديقه ريكاردو، ورايا بتتكلم عن ان هي ازاي هتقود بلدها من غير ما يكون في برنس شارمينج زي ما اتعودنا من زمان، فاحنا لسه بنكمل في فكره انه وان كانتو ان كانتو هو العيله كلها عندها قوه سحريه ما عدا مارابيلا واحده بس فيهم هي اللي عاديه، فبتعاني دايما ان هم بيبصوا لها نظره ان هم هي اقل منهم وهي السبب في كل المشاكل. وميتشل فيرس ذا ماشين ده برضو أسرة بتحارب الروبوتس وحاجات، فبرضو في صراعات، هو في الأفلام كلها مختلفة. إن كانتو كمان بالمناسبة مرشح لأحسن أغنية، وفي موقف لطيف جدا، أكتر أغنية ناجحة دلوقتي في أفلام الكرتون هي أغنية وي دونت توك أباوت برونو من الفيلم، الأغنية دي مكسرة الدنيا في البيل بوردز ومكسرة الدنيا في كل حاجة، وللأسف مش دي اللي بعتوها للأوسكار، ما كانش حد متوقع إن دي اللي هتلاقي النجاح، فبعتوا أغنية تانية للأوسكار هم غيلان تمثيله كلهم مرشحوا لأكتر من جائزة قبل كده. فعندنا ويل سميث رجع للاوسكار بعد 2006 ما بترشحش، وعندنا دينزل واشنطن كمان مرشح عن مأساة ويل سميث ماكبيث عن فيلم ايه؟ عن كينج ريتشارد، والفيلم مرشح لاكتر من جائزه كمان في احسن ممثله مساعده، فالفيلم قوي جدا، فيلم رغم ان هو سيره ذاتيه هم بيحبوا سيره ذاتيه جدا كمان طبعا. فالفيلم قوي جدا، هو انا واثقه يعني انا حاسه انه ممكن ياخد حاجه، المنافسه دي اقوى كاتيجوري السنه دي في منافسه، هو احسن ممثل. الممثلات بقى اللي بتفرض نفسها بقوة دلوقتي مين؟ اوليفيا كولمان، احنا بقى لنا 3 سنين بتترشح للاوسكار وغيتها منهم مره، بس هي دايما موجوده، السنه دي كمان موجوده معانا. وفي كمان لفته لطيفه جدا، اوليفيا كولمان بتقدم فيلم عن اللاست دوتر، ذا لاست دوتر، هي الفيلم ده رحله لسيده بتروح على الشاطئ وبتبدا تغوص في ذكرياتها، وبتبدا تبقى عندها هوس بالناس موجودين على الشط، امه وبنتها، فحاجه نفسيه اكتر. بس اللافت جدا ان الممثله اللي عملت دور اوليفيا كولمان وهي صغيره في الفيلم هي كمان مرشحه للاوسكار، فاحنا عندنا نفس الدور ليدا ده في ذا لاست دوتر مرشح لها عن الممثله الكبيره او الصغيره، ودي مش بتحصل كتير في الاوسكار، حصلت قبل كده بس مع كيت وينسلت في تايتانيك 98 فيلم اريس برضه. بس دي المفروض تروح للاخراج بقى الشطاره بالظبط اللي طلع ده منها. ما هي جودة الناقده الفنيه، بنستمتع دايما بفقراتنا الله معاكي، يخليكي وانا جدا. وغريبه النهارده الفقره عدت من غير ما نتكلم على توم كروز. ما جاش بشكرك شكرا جزيلا، يوم جميل جدا. زي الفل.